دكتور ليلى شحرور، دكتوراه بعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس الإعلامي. لكن الاختصاص الأجمل اللي عندك هو البادي لانجوش. كلكم بتحبوا لغة الجسد هلا؟ لا، منحب أنا بحب شيء تاني، بس دراسة سلوكيات البشرية هي، فلغة الجسد هي الأساس، اللي هي فن التواصل. نعم. كيف نتواصل بلغة الجسد؟ بنا نشوف ميا خليفة. ميا من أوائل اللي طلوا أول يوم، تاني يوم I think، وسجلوا هيدا الموقف. خلينا نشوف ميا. أنت شفتيها دكتور قبل هلا؟ لا أنا ما شفتها كتير، شفت عندكم حاطينها بس ما كتير ثبتت. States just came out in full support of Israel. Shocker, they basically fund the IDF. We send about $70 million. كتير واضح أنها يعني عم تحكيها كتير واسعة من الكلام، صادقة وعم تسخر، يعني نعمل هيك بوجهنا أنا عم نحكي هيك، عم نسخر من الشخص أو من الكلام اللي عم نحكي عنه. Military aid to them every year for what? That's our tax dollars going over there to fund an apartheid state. إذا هون عم تحكي هون كمان الأصبع، يعني عم تحاربون، عم تحكي عليهم إنه هون بيروحوا المصاري من ضرائبنا اللي نحن بندفعهم. What does it mean لما عم تلعب بشعرها؟ لما تتذكرت إن هي فيميل أنثى، فلعبت بشعراتها هيك كمان، أو شافت صورتها على المحيو عم تصور، فلقيت شعرها، حست إذا في ميل إنه بدها تلعب بالشعرة. هون بنسميهم عند المرأة إيماءة، خلينا نقول الجمال أو الغزل اللي بيقول إغراء. إغراء. Of Israel in 1946, and I say creation because it was simply created as a result of the United Nations not knowing what to do with a bunch of refugees. Okay, يعني واضح جدا كيف عم تحكي و. يعني سخرية سخرية سخرية. عرفتي يعني انه كيف فيكم تعملوا شيء، يعني بس انتم قاعدين تضحكوا علينا وبدكم ايانا نصدقكم، بس احنا ما رح نصدقكم. كل الوقت صادقة؟ ايه كل الوقت صادقة، ولا مرة عم تكذب؟ لا لا ولا مرة لحظة، ولا اشارة من الاشارات، وفي جرأة بالعكس. في بس جرأة. في مرات كتير عم بتهرب عيونها من الكاميرا. لا هلا ليه ما عم تقدر تطلع بحالها هي وعم تحكي؟ هون نقطة بدي أوصل لها معي. اوكي، فتنا على علم النفس السلوك النفسي. أوكي. علم النفس النفسي بسألني. هون ليه كل الوقت ما عم تقدر تضل عم بتطلع بالكاميرا؟ كل الوقت عم بتهرب عيونها من الكاميرا. لحظة، نحن عادة يعني مش معود يحكي هيك على الكاميرا دغري، فيكون اللي بيطلع وبيرجع لحتى يعني بتزيح شوي وجهك على الكاميرا، او ممكن يكون شكلها يعني هي عم تشوف حالها حست انه مش كتير حلوه مثل ما يعني مش مثل ما انا فسرت دكتور. ايه. انه محتقره حالها انها عم تحكي بهيك موضوع. لا ابدا ابدا ابدا، انه هي ما بتشوف، مش بحتقره حالها، ما عندها الثقه انه هي بالمكان الصحيح عم بتقول شيء. لا بالعكس. ابدا ابدا. أوه. لا بالعكس، هي واضح انها طالعه وطالعه بقوه وطالعه عم تنتقد اكيد. اوكي، نعرف موقفها، بس خلال الموقف تطلعي هيدي النظره اللي عم نشوفها هلا، عم بتطلع بمحل بعيد ما خصه ابدا، لا باللي عم بتقوله ولا بالناس اللي عم تتوجه له. بس هيدي مش تطليع انه هي بتحتكر حالها. نعم، هاي مش تطليع انه بتحتكر حالها، يعني ما ستحتقد. ايه. انه مش حاسه بثقه مثل ما لازم. لو حدا عندها ثقة كاملة بتقعد. ممكن هي هلا كلامها وصوتها وهيك اول شيء ما بلشت وهيك واضح في ثقة بالنفس. صح. هلا بلحظة من اللحظات لما لعبت بشعرها، لما لعبت بشعرها ان هي فيميل، ضلت هون ماشي حالها وكأنه تذكرت هي شو بتعمل اصلا. هلا ممكن، بس لانه وقت واحد بيدير الامرار برجع بقول لك يعني في كذا سياق، اذا ما عم نشوف ايديها شو عم يعملوا هلا بهاللحظة، هي زاحة نظرها، ممكن تكون عم تطلع حدا تاني، ممكن تكون عم لا كل الوقت عم تبرم تطلع. So Britain and the United States created Israel in 1946, and since 1946 the United States has sent over $260 billion, billion not million, to fund apartheid. And Britain, I will deal with you later. اوكي وهددت، شفتي كيف الاصبع عمل هيك؟ بريتن عمل دو دي وليتر. لا لا بالعكس، حتى راسها كان عم بهز. صح، يعني الشيء بس في محل صغير فينا نرجع له حتى ما ضلني عم شارك، بس بدي اتاكد انه انا على خطأ.
creation because it was simply created as a result of the United Nations not knowing what to do with a bunch of refugees. بيحكي بزيح النظر، بيحكي بزيح يعني عم تتذكري إذا أنت بدك تتذكري هي هيك عم تعمل. إذا ما في بروبلم عندها ثقة بنفسها. صرت شو قلت أم يعني عم بتذكر. أوكي. عم بركب كلمات. لك إيدها هي لك لوطب على الحيوان يعني بس بده ينقض. They have nothing to do except to fight. ولهذا هون حركة إيدها. And sometimes you get a Nobel. What does it mean لما بتعمل هيك؟ يعني إنه عم تشير لحالة هي وقت بنعمل هيك. إنه أنا هالقد متورطة. لا إنه أنتوا كمان مهاجميني. إنه أنا هيدا الأصبع علي. يعني أنا as an American citizen I don't accept what's happening. ما برضى شو اللي عم بيصير. عليت راسها. أنت وقت بتعلي راسك you are never upset. ولا مرة أنت معصبة إذا معلي راسك هي يمكن نهل بشي في راسها عم يعلى لفوق إنه يعني أبدا هي إنه هي بالعكس معتزة بنفسها she's against يعني أكيد ضد اللي عم بيصير لهيك لازم نسأل مختص دايما لأنه أنا الأيديا للفكرة اللي عندي إنه لما واحد عم يحكي معك بصير يهرب عيونه من عندك بيكون في شيء غلط يعني بدك ترجع تفسري ليه ما عم يطلع فيكي وحاطت عينه بقلب عينك هلا هي غلط نحط عيننا بقلب عين الشخص الثاني إذا عم بحكيك وأنا موسعك عم خاطب إيه برأي عام بس ما نحط عيننا بعين الثاني نحن دايما بنقول المثلث المقلوب زمان حكينا عنه إنه إحنا ما بنطلع عين بالعين العين بالعين بتحسسك بالتهديد ليه أنا كل الوقت أنا كل الوقت ما بشيل عيني منك أنا عم بحاول بس ما بتعرفي إنك ما عم تطلع فيني عين بالعين عم تطلع بوجهي yes. هذا الفرق Palestine is thousands of years old it is one of the oldest sites in history it's one of the oldest groups of people in history and we are watching the genocide of them happen before our eyes هون شو بتعتدي عم بتحس هي وعم بتعلي صوتها وبتصرخ وكأنه عم تستغيد غضب ايه في غضب وعم تعمل بإيدها هيك هاي نحن بنعملها عادة تهديد ايه يعني فرجيك ايه او فرجيك او طول بالك لقلك يعني انت شو مفكر طول بالك لقلك اوكي so that's it Zionism is apartheid I have literally drank wine older than the nation state of Israel it has only been around since 1948 اوكي هون عم تحاول تقول انه انا شفت الفيديو كامل انه الواين اللي بشربه اعرق بكتير من يعني اقدم يعني من زمان من دولتكم الصهيونيه اكيد يعني هون حلو الموقف يعني شو ما كان الانسان الراي العام كتير مهم شو ما كانت اكيد مية أو غير مية اللي بقدم شيء إنسانة هي هيدا اللي بنفكر فيه دايما خلي عينك على الجرس